خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، منح العراق تصاريح عمل ل 196 ألف عامل أجنبي قدموا من 50 دولة بحسب معلومات كشفتها تقارير اقتصادية. كتيبة من جيش العمالة الأجنبية في العراق يتركز حضورها في الشركات النفطية العاملة بالجنوب. العمالة سواء هذه 169 ألف أو المجموع العمالة الأجنبية من خلال هذه الجيوش، من العمالة هي مجرد عالة على الاقتصاد العراقي وحرمان الفرد العراقي المواطن العراقي من فرص عمل كثيرة جدا كان ممكن أن يستغلها العراق لصالح أبناء شعبه. وفق إحصائيات رسمية، يوجد في العراق 50 ألف عامل أجنبي مرخص، ظاهرة صحية تراها منظمات العمل، لكن تنظيمها يبدو عشوائيا وفق قراءات بسبب الكم الهائل من الأفراد العاملين ممن دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية وعدم التزام الشركات النفطية الأجنبية بالمواثيق لتفضيل الأيادي الوطنية على الأجنبية منها. دول العالم عندما تتقبل العمالة الأجنبية فبالأصل هي نتيجة دراسات أن هنالك حاجة لأيدي عاملة شابة. أما الذي يحدث عندنا في العراق، بتأتي لنا موجات والنسبة العالية منهم يدخلون بشكل غير شرعي. أرقام جديدة لأعداد العاملين تقول المعلومات الرسمية أنها متفق عليها ضمن جولات التراخيص النفطية الأخيرة، بتوظيف 50% من العمالة الوطنية مقابل النصف الأجنبي الآخر وفق شروط التدريب والكفاءة. على الحديد، قناة الفلوجة، بغداد.